هنتكلم عن قصة حب. قصة حب لطيفة ورقيقة وجميلة، بس قصص الحب كتير. اللي مش كتير هو كيفية الإعلان أو تتويج الحب ده. لما تبقى قصة الحب والإعلان عنه على خشبة المسرح قدام مئات ومئات من المشاهدين اللي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع، ويبقى فيها بطل مسرحي كبير، وأهل العريس وأهل العروسة يطلعوا على المسرح، يا سلام، والمسرح القومي مش أي مسرح. وسط هذا المسرح العريق وقف العريس والعروسة وأعلنوا عن حبهم وأعلنوا عن خطوبتهم. وسط الزغاريت والتسقيف والأجواء الفولكلورية من مسرحية ترجع أجواءها لأجواء بغداد، يعني هما لابسين لبس اللبس القديم بتاع بغداد، وهم بيلبسوا بعض الدبل وبيقولوا للناس كلها الخشبة دي، خشبة المسرح، كانت السبب أو كانت المكان اللي اتولد فيه حب. الليلة دي ليلة خاصة جدا 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 لأسرة ليلى اللي حد من حضراتكم اتفرج على المسرحية قبل كده هيلاقي ان احنا كنا في التحية هبة بتدخل الأول وبعدها محسن. محمد محسن. المرة دي هما الاثنين دخلوا مع بعض وإيديهم في ايدين بعض، وإن شاء الله العمر كله ما حاجة تفرقنا. مبروك يا عيسى، مبروك يا محمد. يعني هتسعدونا لما تشاركونا الفرحة دي اللي احنا كلنا فرحانين بيها. فين بابا عمر دبل؟ هيطلعوا دلوقتي. كلها عارفة المسرحية ليلة من ألف ليلة، بتتعرض على المسرح القومي بطلها يحيى الفخراني وكوكبة من الممثلين والمؤدين. اللي ما كناش نعرفه واللي كان مفاجأة لكل الناس هو خطوبة محمد محسن وهبة مجدي. الناس كلها كانت عندها حالة مفاجأة، مش عارفة التفاجؤ ولا قصص الحب بتخلي الناس تنبسط. مجرد لقطة تلبيس الدبل أو إعلان الخطوبة يمكن على الانترنت اكتر من 2 مليون مشاهده، ده بعد ساعات من اعلان الخبر.
فضول، محبة، احتفال بيهم. بس هما الحقيقة يستحقوا، لأن هما اتنين من أجمل الأصوات وأجودها اللي موجودة. وقصة الحب اللي هما أعلنوا عنها في المسرح تستحق الاحتفاء والاحتفال والمحبة، العريس والعروسة، محمد محسن وهبة مجدي. مبروك مبروك. جنب بعض كده وروني الزهرة. مبروك. غني. بنحب بعض وبعدين احنا لسه مش عارفين احنا المفروض نعمل ايه. قال لي انا حلمت ان احنا اتخطبنا واحنا في العرض. يعني مش معقول مش هنقدر الفرحه يعني. حبيتك ايوه انا مش ناكره، والحب عذاب وانت قادره. قبلت ورضيت زواجها لنفسي، وأعاهد الله أن أعاملها معاملة طيبة. جميعا ندعو للزوجين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مبروك ألف مبروك. قبل ما اسال في الرومانسيات والتفاصيل، عندنا كلنا احساس بان انتوا مكرين، مكر مكرين جدا ولقمه جدا، وضحكتوا على مصر كلها، وكان في قصه حب طويله ومحدش يعرف عنها حاجه. ده تلاقي في المسرحيه نفسهم ما كانوش عارفين ايه ده، ايه اللقم اللي انتوا فيه ده. لا مش موضوع لقم والله، بس يعني المثل بيقول داري على شمعتك تقيد. بس برضو احنا كان باين علينا يعني، كان فعلا باين علينا. يعني برضو التعليقات اللي بتجيلنا من الجمهور، ناس كتير جدا بيبعتوا لنا بيقولوا ايه ده، انتوا لايقين على بعض، انتوا لايقين على بعض، وكنا عارفين ده من بدري وحاسين شايفينكم ان انتوا هيحصل ما بينكم حاجه. فتعليقات جت لنا كتير. لا بس انتوا كنتوا بتمثلوا كويس قوي، ان انتوا ما فيش اي حاجه بينكم وبين بعض. انتوا عارفين ان بعد اعلان الخطوبه احنا جبنا الحلقه اللي صورناها في المسرح القومي قبل ما نصحى تشتغل، وقعدنا نشوف يعني يا جماعه هما دول يعني في حاجه، ما كانش يعني رجعنا الشريط تاني او الحلقه تاني، لقينا انه لا عادي، انت في منتهى البراءه وهو في منتهى البراءه، ولا تعرفوا بعض خالص. ايوه احنا على فكره عرفنا بعض في المسرحيه. يعني اتعرفت على محمد بشكل قوي جدا جوه البروفات، فاول يوم شفته فيه لما رحت كلموني استاذ يوسف اسماعيل علشان يعني قولوا لي ان في مسرحيه. يوسف مدير المسرح القومي.
فقبليها ما كنتش اعرف محمد وما كانش فيه اي حاجه بيننا. يعني صورنا الحلقه دي مع دكتور يحيى على كنا لسه في البروفات كنا لسه في البدايات حتى يعني قبل البروفات. انا كنت حتى محمد فاكره كنتوا يعني في استلطاف واعجاب ولا لا؟ لا خالص ما كانش فيه اي حاجه، بالعكس انا لما كانوا بيقولوا لي، كان المخرج استاذ محسن حلمي كان بيقول لي هتمسكي ايديه بقى في الاغنيه وانت في بدايه الدخله، قلت له وانا كل يوم همسك ايده في العرض؟ فقال لي ايوه طبعا هتمسكي ايدي. فحتى كنت في الاول مكسوفه جدا، كنت بستغرب المسكه دي يعني هتبقى كل يوم. يعني انتوا فعلا ساعه ما صورنا الحلقه دي ما كانش فيه اي حب ولا استلطاف؟ لا لا لا، بس احنا على فكره اول مره ما كان بيرخم عليا كتير جدا في البروفات. بجد ولا بهزار؟ قوي، كان على طول بيرخم. لا احنا عايزين نرجع، بس في حاجه مهمه، احنا اول مره نتقابل ما كانش في المسرح. في الاردن في 2012. كان في 2012 في الاردن، كانت صدفه برضو، كانت صدفه غريبه جدا. ومن بعدها ما اتقابلناش لغايه بقى لما جه لغايه اما اترشحنا احنا الاثنين للشغل في المسرحيه. كنت ساعتها منزل البوم اسمه لف في شوارعك، ده اول البوم منزله. كان في سنه 2012 وكان مترشح لجائزه افضل مطرب عربي في مهرجان الاردن سنه 2012، وهبه كانت برضو موجوده ضمن الضيوف في المهرجان. كان معايا بابايا. وجات الصدفه ان هو قعد جنب بابا في الطياره، وانا قعدت ورا جنب استاذ شادي الفخراني. المخرج طبعًا. ابن استاذ الدكتور يحيى الفخراني. وانا ما كنتش اعرف محمد خالص. وحتى استغربت، لقيت راسه كده كانت طالعه من ورا وقاعد مع بابا. جه بابا حكى لي لما دخلنا الاوضه في الفندق وكده، قعد يقول لي انا كنت قاعد جنب ولد مجتهد قوي ومكافح جدا في حياته ودارس هندسه واسمه محمد محسن بيغني، واداني السي دي بتاعه، شكله صوته حلو كده. يعني باباكي اعجب بيه اصلا من قبل ما انا اعرفه، وهو اللي اتعرف عليه مش انا. بس بعد كده اتعرفت على محمد بقى جوه المهرجان وكده. يعني كنا بدانا يعني نتكلم مع بعض، بس الموضوع ما كانش يعني كانت علاقتنا مش قويه قوي، كان بس مجرد تعارف في المهرجان. ورجعنا وبعد كده انقطعت اخبارها واخباري، ما بقيناش نعرف حاجه عن بعض خالص، لغايه قبل بقى يعني قبل ما نبدا شغل في المسرحيه. كنت اترشحت انا للمسرحيه ورحت، وكنا بندور على بطله للمسرحيه مع دكتور يحيى الفخراني. كنت قاعد انا ودكتور يحيى والاستاذ يعني هم امنوا دور الخليفه اللي هو انت، وبيدوروا على دور بنت الشحات. بالظبط كده. يعني انا كنت ما كانش عندي ترشيح واضح. هم كانوا بيرشحوا اكتر من اسم. يعني يومها بالليل كنت عند واحد صاحبي، انا عاده ما بتفرجش على التلفزيون يعني، بس كنت عنده، فلقيت نفسي مسكت الريموت بتاع التلفزيون بقلب يعني عادي في القنوات. فلقيت هبه بتغني اغنيه اهو ده اللي صار، اللي انا دايما بحب اغنيها في الاوبرا وبغنيها على طول في الحفلات مع الفرقه. فلقيتها بتغني اغنيه اهو ده اللي صار، كانت طالعه في برنامج على التلفزيون، فحسيت انه في حاجه شدتني فانتبهت، قعدت اسمعها وهي بتغني. اول ما الاغنيه خلصت اتصلت على طول باستاذ يوسف اسماعيل، قلت له هات السي بي سي دلوقتي. قال لي على فكره انا بتفرج عليها دلوقتي. كان برنامج ايه؟ كان مع برنامج ممكن. مع الاستاذ مع خيري رمضان. طب لا، تحيه بقى لخيري رمضان. يعني كان هو مستضيفك عادي وانت بتغني اهو ده اللي صار. بالظبط. فقال لي انا بتفرج عليها. قلت له عليها مين؟ قال لي هبه مجدي. قلت له ايوه انا بتفرج عليها، وكنت عايز اقول لك عليها يعني ركز معاها كده وشوفها. قال لي لا ده اختيار موفق جدا، انا هجرب اكلمها. فكلمها على طول في وقتها. تاني يوم كانت هي موجوده في المسرح، هي وعم مجدي، هي ووالدها كانوا موجودين في المسرح، واتفقوا والموضوع مشي تمام. وكملي انت بقى في البدايات، في بروفات القرايه واحنا بنقرا الورق. كانت هي ما كانتش عايزه تكمل في طيب قبل ما نوصل المرحله دي، خلينا ناخدها كده بالترتيب، الحكايه والاغنيه المناسبه. انت بتقول لي على اغنيه من ايقونات سيد درويش. انت بتغنيها باداء رائع، وكل اللي حضروا لك حفلات سواء في الاوبرا او في اي مكان تاني بيحبوه يسمعوها منك، وانا اول مره اعرف ان انت كمان بتغنيها. لازم نسمع اهو ده اللي صار، بس انتوا الاثنين مع بعض، ينفع؟ يلا بينا. يلا. اهو ده اللي صار وادي اللي كان ملاك.
مالكش حق تلوم علي اهو ده اللي تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخرب بلادنا ماهوش بإيدنا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخرب بلادنا ماهوش بإيدنا قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية أهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق بعض وبعدين احنا لسه مش عارفين احنا المفروض نعمل ايه. قال لي انا حلمت ان احنا اتخطبنا واحنا في العرض. يعني مش معقول مش هنقرا الفاتحه يعني. حبيتك ايوه انا مش نكره والحب عذاب وانت قادر. ده اللي صار. اتقابلتوا وجت تعمل بروفات معاكوا على المسرحيه وكان دكتور يحيى الفخراني متحمس جدا. متحمس لها ومتحمس ليك وقال انا حابب جدا يكون في وجوه واصوات شابه معانا. وخلاص وابتديتوا الشغل. ايه بقى؟ انا هحكي جزء من القصه وانت احكي الجزء الثاني. لقيتها جايه في يوم هي وصاحبتها مي زميلتنا في العرض بتعمل دور وردانه تعمل دور وردانه في المسرحيه المربيه اللي في البيت. المربيه اللي في البيت. فلقيتهم هما الاثنين جايين كل واحده فيهم. انا كان معايا ورده حمراء وهي كان معاها ورده ومي معاها ورده حمراء وانا كنت جاي بدري انا ودكتور يحيى دايما. دي برضو انا حابب ان انا اوجه له التحيه. يعني حابين نوجه لدكتور يحيى طبعا ويستحق كل التحيه والمحبه.
بالنسبه لي انا شخصيا من اول ما شفت دكتور ريحة في الاول انا حسيت ان انا ما ينفعش المسرحيه تعدي كده من غير ما استفيد منه واتعلم منه باكتر قدر ممكن، لانه انا ما درستش فن، ما درستش مزيكا، ما درستش مسرح او تمثيل. يعني بحكم دراستي للهندسه فالمسرح بالنسبه لي، وهو بيتقال عليه ان هو ابو الفنون، فكان بالنسبه لي مدرسه. فكنت دايما بحب اروح بدري، وفي كل المرات اللي رحت فيها المسرح بدري كنت بروح الاقي دكتور يحيى موجود قبلي. عمري ما رحت قبله ابدا، دايما اروح الاقيه موجود قاعد في اول صف في المسرح وقت البروفات، باجي اقعد جنبه اقعد اسمع منه بقى الحكايات والحواديت بتاعته واتعلم منه على قد ما اقدر. ففي اليوم ده لقيت هبه جايه هي ومي، كل واحده فيهم معاها ورده حمراء، وهما الاثنين بيدوا الوردتين لدكتور يحيى، وانا قاعد كده مفيش ايه، مفيش اي حاجه خالص. فهي حست ان انا يعني احرجت من الموقف، ودكتور يحيى نفس الكلام، فقال لي ايه، طب خد الايه الورده الثانيه. قلت له لا انا ما اقدرش اخدها، لو هي يعني لو جايبه لي الورده بشكل شخصي اخدها، بس انا ما ينفعش اخد منك الورده، الوردتين انت بتحرجها زياده على فكره يا محمد. الوردتين بتوعك. انا كنت قاصد اعمل كده. ما هو هنكمل لك بقى القصه. يعني هي البنت بنوته ومؤدبه وبتاع، هتدي دكتور يحيى لو اديتها لك يمكن تتفهم غلط. انا يعني بدافع عنك، او متخيله ان هو ده الموقف ولا ايه؟ ايوه انا ما جاش في بالي والله ان الموضوع ممكن فعلا يضايق، وبعد كده حسيت انه الموضوع حساس قوي. بس كنت استنوا شويه وانا لما انا اقوم وادي له الوردتين. ده شايل جواه. المهم فهو خد الوردتين وبدات البروف عادي، وخلصت البروفا وهو روح ونسي الوردتين على خشبة المسرح، فلفت لفت ورجع الورد ده انا اللي خدته معايا، روحت بيه البيت حطيته في مية وحطيت سكر في المية. ده حب يا استاذ. لا لا الورد لا يا استاذة منى، الورد ده يعني كائن حي وما ينفعش نسيبه كده، لازم إيه مش عايز لا انت على فكره انت هتتعبها جدا يا محمد. صح. مش عايز يعترف كده بانه في ايه. انت لو الورده دي كان جايبها اي حد في المسرحيه واتسابت، كنت هتروح وتاخدها وتحطها في الميه وتحط لها سكر؟ هو في اعتراف اكتر من ان احنا الاثنين قاعدين معاكي النهارده في البرنامج. يا سلام. مفيش اعتراف اكتر من كده يعني. طيب ها، فتاني يوم بقى حصل ايه؟ احكي لي بقى. تاني يوم بقى لقيت على الدولاب. لا انا لما روحت البيت بالليل حطيت الوردتين وصورتهم وبعتهم لها على الواتساب عشان يعني عشان يقول لي ورده هي انا حاططها في الميه وبسقيها وبتاع مهتم بيها ومرسي على الورده يعني. تاني يوم بقى لقيت محمد جاي مديني مفتاح كده وبيقول لي على فكره في حد جاب لك بوكيه ورد وحطه في الدولاب في قاعه كبار الزوار. في دولاب قديم كده عمره يعني من زمان قوي. فرحت انا داخله واخده المفتاح وانا مش فاهمه، بيقول لي ايوه في حد جاي اداني المفتاح، قال لي في حاجه في الدولاب. فقلت له يعني مش انت اللي جايبه؟ قال لي لا 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 مش انا اللي جايبه طبعا. رحت رايحه فاتحه الدولاب لقيت بوكيه ورد كله ابيض وكتير، وفي ورده في النص حمراء، ورده واحده بس وكله ابيض. فانا متجننه واسال الاستاذ يوسف اسماعيل مدير المسرح مين اللي جاب الورده حطها في الدولاب؟ قال لي لا ما اعرفش والله يعني مش عارف، اسالي اي حد بقى. ففي الاخر بقى اعترف لي، قال لي انا اللي انا يعني جبت لها ورد بعدد كل الناس اللي بيشتغلوا في المسرح، عشان لو حبت تدي ورده لحد في المسرح محدش تاني يحس بالاحراج، فما حبيتش احط حد غيري في لا 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 في الموقف. لا ده انت بتحوم حواليها. لا لا لا. وبعدين كل ده بنسميه يعني الاستهبال الاول، يعني انتوا الاثنين في حاله استهبال. استهبال. بس وبعد كده بقى يعني بدات يعني اتعرف عليه في البروفات، ما بين المشاهد اللي احنا بنعملها بيبقى فيه بنبقى قاعدين على الكراسي وكده بنتكلم شويه، بنفتح في مواضيع كتير كتير كتير، والاقيه عايز يحكي لي حاجات كتير عن نفسه، والاقي نفسي عايزه احكي له كل حاجه عن اللي انا عملته قبل كده وحياتي كانت ماشيه ازاي واهلي مقصرين قد ايه فيا، وهو برضو قاعد يحكي لي كتير عن حياته الخاصه بيه يعني. والكلام ما كانش بيخلص، الاقي نفسي ركبت العربيه وهو يروح يكلمني في التليفون يكمل لي بقيه الكلام. احنا بالمناسبه حتى مش انا وهبه بس، هو المسرح فعلا زي ما قال دكتور يحيى، يعني يمكن في التصوير اللي صورناه في الحلقه كان بيقول ان المسرح فعلا عامل زي الجواز، فكلنا بنحس ان احنا اسره واحده. وكان بيجي لنا احساس ان احنا بنصحى من النوم بنبقى عايزين نروح المسرح، ولما البروفا تخلص بنحس ان احنا مش عايزين نروح من كتر او من قوه الارتباط اللي احنا اللي ما بيننا وما بين بعض كلنا.
فكنت دايما بعد البروفه ما تخلص احس ان انا عايز اتكلم معاها اكتر واحكي لها اكتر وباخد رايها في شغلي. يعني مثلا بشتغل في الالبوم الجديد بتاعي. وانتي مش شاكه في حاجه هبه؟ لا خالص بالعكس، ده هو كان صريح جدا معايا في كل كلام كاننا الاصدقاء. يعني انا كمان علشان ابقى مستريحه للي قدامي ما احسش ان في حاجه هو عايز يوصل لها. او اسالك سؤال، لما كنتي عندنا بعد الحلقه اللي عملناها في المسرح القومي اللي احنا يعني حسينا انه يعني ما فيش حاجه، اللهم ان هو طول الوقت يعني واخد باله انك تبقي مرتاحه وانت بتغني، لما عملنا الحلقه معاكي لما رقصتي عملتي خطوتين باليه، كنت في قصه الحب؟ يعني كان باين بس ما كناش برضو يعني مبينين قوي لبعض، يعني كان في حاجه بس كانت لجوه ما كانتش لبره. يعني لما حتى حضرتك سالتيني على قلتي له ايه ولا اديتي له ايه علشان يغني معاكي في الدويتو في الماجستير، لقيت نفسي اتكسفت مش عارفه اعبر عن اللي جوايا، فقلت لحضرتك اديته ورده، يعني بديله ورده كل يوم وانا بغني. احنا كانت هبه ماجد دي معانا عشان عملت ماجستير لطيف جدا بالنسبه لنا حتى تلفزيونيا، الدراسه عن الدويتوهات اللي حتى الماجستير ده كان بالصدفه البحته جدا، لان انا عملت العنوان بتاع الماجستير وقدمته السنه اللي فاتت قبل ما اتعرف على محمد. جا في بالي ان انا بحب فكره ان انا اعمل ماجستير عن الدويتو، ويوم ما هغني في الريسيتال اغني دويتو. وانا بسالك بمنتهى البساطه انه يعني زميلها في المسرحيه جه وغنى معاها في مناقشه الماجستير، فانا بقول لها يعني انت لئيمه طبعا. ما جاش في بالي خالص ان هتيجي في يوم من الايام يوم عامل ريسيتال محمد هو اللي هيغني معايا. فكانت برضو صدفة حلوة جدا ومؤثرة فيا، لأن ده من أهم الأيام في حياتي. انت بتغني مع اني جدع، ورغم اني جدع وتقيل وعمري ما اقولها بالساهل، انا نفسي اقولها لك في اول مره نتقابل. انا بقى بحس ان هو انت ده، ان هو يعني تطلع روح اللي قدامك عشان تقول له كلمه حلوه. امتى قال لك انا عايزه اتقدم لك ولا اي حاجه؟ هو راح اكلم بابا على طول، يعني افتكر كده صح؟ هو يعني الفكره ان احنا مهما نقعد نفكر ونفتكر انا اول مره اقولها بحبك امتى وهي تقول لي اول مره بحبك امتى، مش هنعرف نلاقي تاريخ محدد او موقف معين، لانه احنا بقالنا تقريبا كده 6 شهور بنتقابل فعلا كل يوم، فيعني دي لوحدها فتره خطوبه قبل الخطوبه يعني، فكنا بنقرب من بعض جدا وبنحكي لبعض على كل حاجه. كنت بتقول لنفسك خايفه اقول اللي في قلبي؟ كتير صراحه، يعني دلوقتي ورغم اني جدع وتقيل ده هي بقى اللي كان ممكن تتقل هي في اللحظه. طب ما تغني لنا خايفه اقول اللي في قلبي. يلا. قالوا اتعاندوا أيام
دلوقتي خايفه اقول اللي في قلبي. هو كان يعني متوتر متردد بيتقل ما تفهميش اي حاجه، يعني مش عايز يصرحك في نفس زي ما بيسموها الستيت اوف مايند، في نفس الحاله الذهنيه دي. ممكن ترد عليه ايه بالغنى يا هبه؟ يعني هو شايف واحده كده وخايف يتكلم، انت شايفه واحد بيبتدي يقتحم حياتك، تغني له ايه؟ مين قال لك؟ ممكن اقول له مين قال لك تسكن في حارتنا؟ مين قال لك صحيح تسكن في حارتنا؟ مين اللي قال لك في حارتنا؟ صح كده؟ يلا حلي في
راحتنا تشغلنا وتقل راحتنا. مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا. يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حكايتنا. المهم عدت ايام طويله وانا وهي بنحب بعض، وبعدين احنا لسه مش عارفين احنا المفروض نعمل ايه. يعني انا طبعا زي ما هبه ممكن تقول انه موضوع انه باباها مثلا اول مره شافني انا شاب عادي، يعني ممكن يكون هو اعجب بيا ومكافح وكذا. بس كان بيحبه اول جدا وبيقول لي مكافح وبتاع. اول ما الموضوع يجي بقى ناحيه الجواز ويجي ناحيه ال يتجنن بقى طبعا. اي اب كده لازم يكون متوتر. لا يعني مين اللي كان عنده الشجاعه الادبيه ان يقول يلا نتخطب؟ كنا احنا لسه مش عارفين نعمل ايه، بس كان نفسنا في مره كده كنا بنتكلم مع بعض، كان نفسنا ان احنا نتخطب يعني خلال المسرحيه او بعدها. مش عارفين احنا المفروض نعمل ايه، يعني قعدنا نقول نعمله اخر يوم في المسرحيه ولا نعمله امتى. فاكره يوم ما كلمتك محمد مره كلمني في التليفون كان بيحكي لي وقال لي على فكره انا حلمت حلم بس ما تستغربيهوش يعني. قلت له ايه؟ قال لي انا حلمت ان احنا اتخطبنا واحنا في العرض واحنا لابسين لبس العرض وفي المسرحيه وفي المسرح والجمهور حوالينا وبنلبس الدبل وكده. فقعدت اضحك طبعا. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني هنعمل خطوبه على المسرح؟ هنعمل خطوبه ازاي على المسرح؟ قال لي مش عارف هو ده الحلم اللي انا حلمته. وكان دكتور يحيى كان هو برده معانا على المسرح وكاست المسرح كله كان موجود واحنا لابسين لبس الشخصيه. قلت له يعني انت هتخطبني وانت لابس الخليفه وانا لابس لبس نجف يعني؟ بس وساعتها ما كناش عارفين يعني المفروض نعمل ايه علشان نوصل للهدف ده. ساعتها انا والدي ربنا يديله الصحه يعني كان بيمر بظروف صحيه صعبه شويه وعمل عمليه خطر وكده، وكان المفروض ان هو يدخل المستشفى ويقعد فيها فتره. فانا طبعا بحكي لهبه بقول لها انا هحكي بقى الحدوته وانت المسؤوله عن الموضوع ده. احكي كل حاجه بالتفصيل ما تخافش منها يا محمد. لا 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 مش خايف من حاجه. فاتفقنا انه انا هجيب بابا ونزور هبه في البيت عندها، لانه بابا كان في يوم متحدد يوم تاني يوم على طول مولد النبي. يعني كان يوم 23 ديسمبر اللي فات ده كان يوم المولد النبوي الشريف، تاني يوم على طول كان بابا هيدخل المستشفى. فقلت لها انا عايز قبل ما هو يدخل المستشفى ربنا يديه الصحه اجيبه ونيجي عندك البيت وبتاع. قالت لي بس انا لازم اكلم بابا واقول له وافهمهم وكده وحاجات كده. قلت لها احنا بس نسيبها بظروفها ونشوف. بقى تاني يوم ما انا قلت لها الموضوع حصل ده حصل ظرف طارئ شويه انه عم هبه عمها الكبير توفى. فما بقناش عارفين احنا المفروض نروح اليوم ده ولا ما نروحش. المهم ان انا قلت لها انا هجيب بابا ونيجي نعزي. فالموضوع اصبح انه عزا عايز مصلحه وخلاص. الموضوع اصبح ان هو عزا مش قرايه فتحه. هو هيجيب بابا ويجي خلاص. فالمهم يومها اللي هو يوم مولد النبي كان يوم الاربعاء 23 ديسمبر انا فاكر، جبت بابا وماما واختي الكبيره خدتهم ورحنا عندهم علشان نعزي. فكان في ناس تانية عندهم قرايبها وعزة بقى طبعا عزة، وكان في ناس كتير قوي في البيت موجودة وقاعدين بنتكلم فقاعدين بنتكلم وبنتعرف على بعض عادي في اطار العزة يعني. وفي الاخر عيني جت في عينيها فعملنا كده ان هو ايه يعني مدفع الافطار ناو على طول. فقمت انا قلت لهم يا جماعه احنا النهارده حابين نستغل الفرصه ان احنا كلنا موجودين مع بعض، واحنا النهارده في يوم مولد النبي فاحنا حابين نقرا الفاتحه على روح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ونقرا الفاتحه على روح عم هبه مماهر الله يرحمه، ونقرا الفاتحه بتاعتي انا وهبه. فاللي عايز يقرا الفاتحه للنبي عليه الصلاه والسلام هيقراها، اللي عايز يقرا الفاتحه لعم هبه هيقراها، اللي عايز يقرا الفاتحه بتاعتي انا وهبه. لا المشكله بقى ان انا ابويا بلم ما هو اللي بيقوله الشاب ده ما كمان حاجه غريبه شويه. وانا مش قايله له ومش متفقه معاه. وانا برضو مش قايله له. بابا هم هيجوا يعزوا يا بابا علشان انكل تعبان وهيدخل المستشفى بكره. المهم ان احنا نيجي ونتقابل يعني.
فطبعا يعني دلوقتي في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وفي عمها الله يرحمه وفي الفاتحه بتاعتي انا وهي، فالطبيعي انه لازم هتتقري الفاتحه، يعني مش معقول مش هنقرا الفاتحه يعني لازم هتتقري. المهم اتقرت الفاتحه وبعد كده لا يعني معلش، وهما اللي موجودين كده انساقوا ورا المكيده اللي عملها محمد وقرفوا من غير ما يتكلموا، كله ساكت في لحظه اتكلم خالص. كان في لحظه صمت وصدمه وكل راح بايدينه وبعدين هم مش فاهمين بيعملوا ايه. وبعدين قرينا الفاتحه، وبعد ما الفاتحه خلصت كله بقى يقول مبروك، بقى ما حدش قال عليه الصلاه والسلام ولا حد قال الله يرحمه عليه افضل الصلاه عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام والله يرحمه ويحسن اليه. وقريت الفاتحه يوم ولد النبي. طيب، وبقى عايزين بقى تدبروا موضوع الخطوبه في المسرح القومي اللي هو لسه برضو احنا مش متفقين، كل الفكره بس ان انا حكيت لها على الحلم. ففجاه لقيت نفسي انا وهبه بنقترح على دكتور يحيى الفكره، فقال لي انه لا دي فكره هايله ومحدش عملها قبل كده، محدش عملها في مسرح يعني قبل كده. ممكن يكون في حد مثلا عمل خطوبه او فرح في المسرح عادي اللي هو لابس لبس الخطوبه العادي يعني، بس احنا عملنا الخطوبه بلبس العرض. واحنا بنحيي الجمهور في اخر العرض. ودكتور مين بقى اللي طلعوا؟ معلش ممكن تعرضوا لنا وتقولوا لنا انا شفت مام في ايه حد اعتقد انه يا مامه محمد. اللي جنبي على محمد علي دي ماما. لا محمد والدتك اللي لابسه طرحه البني. اللي بيني وبين هبه دي او دي مامه هبه. اللي لابسه اسود دي ماما. وفي حد بقى طلع برضو مدام عفاف خالتي. دي خالتك مدام عفاف اللي لابسه طير. وانتوا هنا كنتوا بتغنوا ايه؟ دبلة الخطوبة. وبعد كده كنا بنغني بعدين غنينا أغنية سلام من زمان جدا. من زمان جدا بقى انت غنيت في زمان جدا. من زمان جدا دي اغنيه بتاعتك. مغنيها من فتره. انا بحب الاغنيه دي جدا لمحمد. بحب له اكتر من اغنيه من قبل ما تعرفيه. من قبل ما اعرفه انا سمعتها. وبعدين غنيتها من قبليها بكام يوم كده معاه في التليفون. قال لي الاغنيه حلوه قوي يعني، فقلت لها لا الاغنيه دي لازم نغنيها يوم الخطوبه ما ينفعش. طب خلونا نشوفها من المسرح وشوفوا دكتور يحيى الفخراني ساعه ما انت قلت لها بحبك من زمان. انا حاسه ان هو هيعيط الراجل ده، احساس قوي ورومانسي جدا. خلينا نشوفها من المسرح الاول. فلو كان المكان يسمح وست الكل لو تأذن انا عايز اقول اني بحبك من زمان جدا. انا نفسي اقولها لك في اول مرة نتقابل. فلو كان المكان يسمح وست الكل لو تأذن انا عايز اقول اني من زمان جدا. النكد خالص بقى يعني. لما بتقعدوا مع بعض بتتكلموا اكتر ولا بتغنوا اكتر؟ انا عايز اقول اني بحبك من زمان جدا.
سامع الحب من نظرة كلام متعاد وإن الصدفة أحيانا بتبقى بألف ألف معاد برغم إن الكلام الحب من نظرة كلام متعاد وإن الصدفة أحيانا بتبقى بألف حلوة قوي وصوتكم حلو قوي إيه ربنا يبارك لكم في حياتكم كل جايه يا رب وفي شغلكم وفي علاقتكم و ويديكم خير العلاقه الحياه دي. بسيطه على فكره والله والحب ده بسيط ممكن الناس كلها تحب والاثنين متجوزين ممكن يقربوا من بعض جدا جدا لو سهلوا على نفسهم الدنيا وما دخلوش حد ما بينهم اي اثنين بيتجوزوا ابتدوا حياه جديده ايا كان بقى الاهل متساهلين او مش متساهلين متشددين يعني في النهايه دايما بيحصل مشاكل كتيره جدا موضوع الخطوبه صح. وجواز بعد كده بقى الدنيا بترتاح زي ما هي بقى قالت الموضوع فعلا يعني بسيط يعني طالما في صدق وثقه واحترام واحنا فعلا يعني حسينا انه العمر اللي جاي ده كله بتاعنا احنا الاثنين مع بعض يعني ده احساس يعني بيني وبينها واحنا تعهدنا على كده بعد كده اي حاجه هتبقى تفاصيل يعني وهتبقى تحصل في وقتها برضو زي ما ربنا بيرتبها اهم حاجه الاخلاص فعلا والنيه السليمه لما بتكون النيه سليمه ربنا فعلا بيسهلها زي ما احنا شفنا في الفتره اللي فاتت يعني طيب ليله خطوبه وشبكه محمد محسن وهبه مجدي في المسرح المعازيم ما كانوش بس جمهور المسرح اللي هم قاطعين التذاكر انما كمان الاصحاب والحبايب والفنانين جم يباركوا لهم بس تحس ان كل واحد جاي في يعني تحس ان هم فريقين كل واحد بيشجع او بيدافع عن صاحبه اللي جايين لهبه بيحذروا محمد واللي جايين لمحمد بيحذروا هبه الحب دي من اولها من ايام بروفات المسرحيه وكنت سعيده وفرحانه فرحه كبيره جدا انه الحمد لله ربنا جمعهم والطيبون للطيبات فعلا هم لايقين على بعض وجمال مع بعض وربنا يسعدهم يا رب هبه تستاهل تقلها ذهب وقلبها زي البفته البيضة وحذاري حذاري حذاري تزعل منك في اي حاجه بالك بقى لو زعلت يعني اعتقد ان مش هيكون عندك حما واحدة ولا اتنين ولا تلاتة في كتير جدا بيحبوها
وبنحبك علشان انت بتحب هبة. عايز اقول لهبة محمد صوته أمانة في ايديكي، لان الراجل احنا بنحب صوته كلنا يعني الحقيقة، فخلي خلي بالك منه جدا، هقولك اكتر من كده بس. الف الف مبروك لهبة، ويا رب يسعد قلبها وايامها ويجعلها جوازة العمر والهنا. والف مبروك لمحمد برضو، هو حد فنان جدا وصاحب كلمة، وربنا يراضيهم يا رب. انا بنروح بالدم اشجع هبة. محمد محسن، انت خدت اخر بناتنا الحلوين، من فضلك خلي بالك منها جدا، لانك معاك نعمة كبيرة قوي من ربنا. انت محظوظ ان ربنا اداك هبة مجدي، وانا يمكن بقول دايما ان هبة مجدي دي من الخمسة القليلين اللي اتعدوا على الصوابع في الوسط، وسعيدة جدا انها مبسوطة. والنهاردة يعني انا كنت طول الوقت بعيط، حاسة ان انا مامتها، وفرحانة جدا بحالة الحب اللي هي عايشاها. تحذيرات وتنبيهات بالذات لك يا محمد، موقف باباكي كان ايه من الخطوبه تبقى في المسرح؟ كان مستغرب جدا ومخضوض في نفس الوقت. يعني بابا برضو عنده كذا مشاعر، يعني كذا حاجه ملخبطه، ان هو بيحب محمد وعارف اخلاقه وعارف قد ايه محمد انسان كويس، وفي نفس الوقت بيغير منه وخايف عليا وحاجات كتير. يعني حتى بابا بيغير عليكي عامه، يعني مش بيغير منه اكيد، انما بيغير عليك انت. يعني اي اب بيغير على بنته. بس ماما بتحب محمد قوي، كانت في صفنا. بعدين ماما معانا يبقى خلاص، يبقى يعني الموضوع برده متامن. دايما ماما بتهدي اللعب شويه. انا ماما هبه اول لما شفتها حبيتها من اول نظره، عشان هبه شبهها جدا، يعني في حتى في ملامحها شبهها، هم شبه بعض جدا. معرفش في صوره كانت واضحه في الفيديو، في فيديو التصوير الفوتوشوت. طب ده اتصورتوه في المسرح القومي؟ خلينا ده في المسرح ولا فين؟ في الاوبرا؟ لا ده في المسرح من بره. احنا جينا بدري بقى اليوم ده، بدري شويه، وعملنا فوتو سيشن في المسرح من بره. يعني كل ده قبل الخطوبه وقبل العرض، يعني لبسنا لبس الخطوبه وتصورنا بالنهار، وبعد كده رجعنا لبسنا لبس نجف والخليفه، وبعد المسرحيه بقى ما خلصت رجعنا لبسنا بقى لبس تاني. طب ابطال المسرحيه، يعني حد زي الفنان الكبير لطفي لبيب، كان تعليقه ايه اول ما قلت له ده احنا قرينا الفاتحه امبارح مثلا او كده؟ لا برضو كان متابع معانا من قبل الخطوبه. كان متابع معانا من فتره، جدع جدا وعايز يساعد باي حاجه وبقلب جامد، وهو مبسوط يعني، مبسوط وشايفنا مع بعض، وكان بيقترح علينا اقتراحات كتير. اي نعم ما عملناش ولا اقتراح فيهم. اقتراح عليك ولطفي لبيب كان يعني، واحنا طبعا كنا بنفكر احنا يعني لما نتجوز نعيش فين، فمثلا بنفكر بقى في المنطقة اللي احنا هنعيش فيها، نشوف بيت فين، نعيش فين، كذا. كان هو طيب كل افكاره كانت بعيدة عن وسط البلد 3-4 ساعات مثلا. بس والله العظيم ده سبق عصره. طبعا هو صح، لطفي لبيب صح. انتوا طبعا عايزين تبقوا وسط، عايزين نبقى قريبين من اهلنا، هي اللي عايزه تكون قريبه من باباها ومامتها، وهو برضه لازم نفس الفكرة برضو، يعني لازم نبقى في وسط. طب انتوا بقى شايفين لطفي لبيب تقدمي اكتر منكم؟ صح، او يعني قولا واحدا. هو شاطر جدا في موضوع العقارات ده، علشان كده هو ايه بيقول لطفي هيندموا ان هم ما سمعوش كلامك لطفي لبيب. طب انتوا هتغنوا لنا دويتو، في دويتو لكم بتغنوه حلو قوي اسمه يا طلعت البدر. يلا نظبطها. يا طلعت البدر شرفت منازلكم، الحب سلطان ولا سلطان ينال
قلبي سائلكم بتحبني مهجتي امتى وفين شفتني عالسطوح لابسة الملاية حريم يومها انا كنت طالع انشر البشاكير وفين كمان شفتني في كوشة الياسمين يومها انا كنت واقفة شرب العصافير ما انساش في ليلة سمعت وانا ماسكة العود سجدت لله وانا مصدق بسحر داود مين علمك تلعبي بالروح على الأوتار أمي كمان علمتني النحو لأشعار مسكينة أمي وارجع وأقول لك آهي 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 يا خوفي من أهلك أمك وأبوك يخطبوا لك وحدة تسألك وأبوك جنين الخليفة والجنين دمي صاحب مقام محترم مش زينا مساكين الليلة أجعل مقامك قبل كل مقام والليلة في مهرجانك ترتفع أعلام الليلة أجعل مقامك قبل كل مقام والليلة في مهرجانك ترتفع أعلام الوردة دي يحب أفتكر فيه الوردة دي وبقى أفتكر فيه روحي هنا عندك يا غريب جدا طبعا مفيش ورده فانتوا قلتوها كده ارداحي ممكن حد من الديكور يجيب لنا اي ورده من هنا من الديكور لا الورده دي هديه الورده هي ورده واحده ورده واحده مش ورده حمراء بس بيضة علشان تليق علينا أيوة. ورده كده كويس خلاص خليك واقف بقى يلا بينا دي. الليلة أجعل مقامك الليلة أجعل مقامك قبل كل مقام والليلة في مهرجانك ترتفع أعلام الوردة دي حب أفتكر فيه الوردة دي وبقى أفتكر فيه روحي هنا عندك يا روحي
ولا انت ازاي هتسيبي المسرحيه ومش هتكملي؟ تحلموا ايه؟ وربنا يسهل يعني يا رب. قبلت ورضيت زواجها لنفسي، واعاهد الله ان اعاملها معامله طيبه. جميعا ندعو للزوجين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مبروك، الف مبروك. اخر جزء، جزء الاحلام. بتحلموا ايه؟ عايزين تتجوزوا امتى؟ مش مستعجلين؟ هتشتغلوا ايه بعد المسرحيه ما تقف؟ هتعملوا حاجه مع بعض ولا لا؟ كده يعني في السريع. احنا مش محددين ميعاد. مفيش ميعاد محدد. في انا بالنسبه لي، انا يعني عشان كنت شغال على الالبوم بتاعي، ولما جت المسرحيه كنت بحاول اقنع هبه برضو في الاول، بقول لها انت ازاي هتسيبي المسرحيه ومش هتكملي؟ ده انا ضحيت بان انا انزل الالبوم واجلته لبعد المسرحيه، فدلوقتي انا الاوان بقى ان انا اشتغل عليه، اشتغل على الالبوم الجديد بتاعي، وهبه معايا ربنا بعتها لي هديه ان هي تكون مصدر الالهام الوحيد بالنسبه لي في الالبوم ده بالنسبه لاحلامي اللي انا هشتغل في الالبوم اللي جاي. وهبه برضو عندها في كذا مشروع بتاعتها، الفيلم ملعوب بيكو اسم مؤقت لي يعني، مع استاذ عمرو عبد الجليل ومخرج تامر بسيوني. ان شاء الله يعني بنصور فيه ونكمل بعد المسرحيه ان شاء الله، قربنا نخلص فيه يعني ان شاء الله. وفي برضو فيلم بقراه، وربنا يسهل يعني يا رب ان شاء الله. كلنا بنتمنى لكم المستقبل السعيد والعلاقه الطيبه ومباركه الاهل لطول الامد يعني، ويبعد عنكو الخناقات، ويبعد عنكو بيقولوا ايه؟ العين والحسد. وايه تاني؟ والنكد. يبعد عنكو العين والحسد والنكد. والمره الجايه ان شاء الله تبقوا معانا بقى، ومعاكم محمد الصغير وهبه الصغيره. يا رب. نختم بقى على عش الحب. يلا بينا. هتغني معاها؟ طبعا. Thank you.
سوا ونلم ونقول ونقول لا يا حبي بحب. تستمر مش بس حب، تستمر متضفرة بالفن وبالنجاح ومشوار مشترك يضيف له وليكي. محمد محسن صحيح انه حفلاته سواء في الأوبرا او في اماكن كتيرة جدا بيبقى كامل العدد وله جمهور كبير من الشباب بيحبه، وهبة مجدي مؤخرا تألقت واشرقت في ادوارها، بس اتمنى ان هما الاتنين يزودوا نجاح بعض ويزودوا تألق بعض، وتبقى الحياة اللي قدامهم كلها سعيدة في عيش الحب اللي هيختاروه. ألف مبروك هبة مجدي ومحمد محسن، وهتاخد بالك منها. في عينيا هبة، في عينيا. ألف مبروك. شهور فاتت بعد إعلان الخطوبة حصلت حاجات كتير وإشاعات كتير، إلى أن هبة ومحمد عملوا كتب الكتاب والفرح في يوم واحد بدون تأجيل. بالنهار وفي جنينة أحد الفنادق عملوا الفرح على الضيق، المعازيم كانوا معظمهم من القرايب وشوية أصدقاء. وجه الشاهد على عقد القران، الشاهد على قصة الحب من أولها. زغريت وتصوير ومباركة وسيلفي للعروسة. كان في دموع كتير في عيون هبة وعيون مامة هبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد فإني استخرت الله العظيم، فإني استخرت الله العظيم، وتوكلت على الله، وزوجتك موكلتي البكر هبة مجدي عبد المنعم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، والحضور شهود على ذلك، والله خير الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فإني استخرت الله العظيم، وتوكلت على الله، وقبلت زواجي موكلتك البكر هبة مجدي عبد المنعم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا، والحضور شهود على ذلك، والله خير الشاهدين. قبلت ورضيت وزوجتك موكلتي على ذلك، والله على ما أقول وكيل. قبلت ورضيت زواجها لنفسي، وأعاهد الله أن أعاملها معاملة طيبة. جميعا ندعو للزوجين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مبروك، ألف مبروك. أنا نفسي أقولها لك في أول مرة نتقابل، ورغم إني جدع وتقيل وعمري ما أقولها بالسهل، أنا نفسي أقولها لك في أول مرة نتقابل، فلو كان المكان يسمح وست الكل لو تأذن، أنا عايز أقول إني بحبك من زمان جدا. مبروك يا هبه يا حبيبه قلبي، ربنا يسعدك يا رب، وتبقي زوجه صالحه وام صالحه باذن الله، وربنا يوفقك يا محمد معاها، خلي بالك منها وصيك تاني اهو، وربنا يوفقهم يا رب. وقبل ما الساعه تدق 7:30 كان العريس واخد عروسته بسرعه على المسرح القومي، واخدها لليلة من ألف ليلة وليلة. أحب أبارك لك وأقول لك مبروك. وأنا برضو أحب أقول لك ألف مبروك. و... على إيه؟ على حاجات كتير، على المسرحية، على السيزون الثاني بتاع المسرحية، هيكون على إيه يعني؟ بس ألف مبروك برضو. النهاردة يوم مختلف بالنسبة لنا جدا، وحساس جدا، ومفاجأة لينا علشان احنا بنتجوز وبيكتب كتابنا وفرحنا، على اساس ان احنا مكناش عارفين. ايوه يوم مفاجأة يعني. لا هو مفاجأة في الاحساس ايه، ان احنا بعد ما خلصنا الفرح وكتبنا الكتاب والحمد لله عدت على خير، جينا على المسرح علشان نعرض المسرحية ليلة من ألف ليلة مع دكتور يحيى فخراني، وده في حد ذاته يعني حاجة جديدة، حاجة مختلفة يعني. اللي زينا اللي هم مقدمين على الجواز يعني عدت بسلام وسلاسة، هم يكتبوا الجواز ويعملوا الفرح وييجوا برضو ويعرضوا العرض ليلة من ألف ليلة مع دكتور يحيى الفخراني، أو يحضروا بقى العرض مش يعرضوا.
يحضروا العرض يروحوا شغلهم يروحوا اكل عيشهم بقى. بالظبط. مدام منى الشاذلي نورتنا جدا في كتب كتاب، وانا بشكرها جدا، ولان هي كمان بحسها من يعني تبعنا اسرتنا، يعني اختنا الكبيره اللي شاركت معانا الحب ده وشافته معانا وبركت لنا فيه من اول خطوبه. أنا الخليفة إيدي في إيدي، وإنت الأميرة والناس عبيدي. يا سكيني بغداد أيامكم أعياد، يا سكيني بغداد أيامكم أعياد، واليوم دي وفي نهاية العرض جمهور المسرح عرف إنه عرض الليلة مش زي أي ليلة. باسم أسرة المسرح القومي وكل العاملين بالمسرح القومي وباسم كل هذا الفريق، إحنا بنقدم باقة ورد للعروسين. مبروك مبروك وبالرفاق والبنين. تحب تقول حاجة للناس؟ عبالكم يا رب ان شاء الله، ودايما كل بنت تعيش في سعادة وتختار الانسان المناسب ليها اللي بيحبها بجد. بقول لكم مبروك، يجعل أيامكم كلها سعيدة إن شاء الله، ويرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ألف مبروك. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.